السلام عليكم، كي دايره الفاميله؟ كلشي مزيان؟ ايوا شتوني شتوني، مشيت للسينما اليوم انا وصحباتي. قلنا يلا نخرجوا البازاقيل، نخرجوهم الالعاب ولا شي بلاصه. كنا باغيين نمشيو لسينديبات، مي مالوزمون سينديبات ديال عين دياب كازابلانكا بيان سور كيستو بكري ستونس ولا السبعة واقيلا كيحبسوا الدخول، وبيان سور الشمس في النهار مطنطنا، فبقينا كنفكروا فين غنديهم فين غنديهم. كانت ديك الساعه شي 7 د العشيه، فقررنا اننا غنمشيو للسينما ديال ميغاراما نتفرجوا في دي سانيمي. داكشي اللي درنا، مشينا بحالنا بحال الناس، خلصنا لي بيي. دايور لي بيي ما فهمتش انا علاش لو بري ديال الدري الصغير بحال الكبير. جميع دول العالم واوروبا، شنو اللي خلى داك الارهاب والكباب في اوروبا والدول المتقدمه كاع كيديروا بري ديال الدراري الصغار وديال الكبار، الا في ميغاراما الحبيبه دايرين بري فيكس بحال الكبار بحال الصغار 65 درهم بار بيرسون. بغيف تخيلنا يا لاله مولاتي، خلينا تحنا البوب كورن وداخلين زعما رحنا غادي نتفرجوا في ان فيلم كارتونز ولا كشي، وليداتنا غايجلسوا غادي يتفرجوا حنا غنصنتوا لعذابنا. هانتوما كتشوفونا دخلنا، كانوا ديجا شويه ديال الناس ديجا كانوا داخل. دخلنا حنا خدينا بلايص ديالنا ونسي انستالي. مثلا بنتي صغيره كانت معمرها ما دخلت السينما، الكبيره داخله ملي كانت صغيره ما عقلاش. المهم زياده كورونا راه مصيدين. ايوا لا عليك، دخلوا شافوا ليكران بداو كيلعبوا شويه امور حتى لهنا جميله وتمام تمام ياك. بدا الفيلم تفرجنا مع راساتنا زعما بدينا كنتفرجوا بلوتو، كلشي تمام تمام. ايوا لالا تال هنا القضيه حماضت، هي ماشي تال هنا قبل من هنا الصراحه، حيت بنتي الصغرى مستحيل تقدر تجلس في شي بلاصه اكثر من 10 20 15 دقيقه 20 دقيقه. مومي دارت معايا الصوب شي نص ساعه وهي جالسه. شويه ناضت، فاش ناضت ناضت الاخرى، ناضت بن صاحبتي. ايوا قال لكم خصهم يطلقوا رجيلات، والناس كتفرج وهما طالعين نازلين طالعين نازلين عليهم. شفتنا تعيينا شديناه وقلناش غادي نديرو، غادي نخرجوهم نخليو الناس تفرج حشومه. خرجناهم قدامنا حيت كانوا تبارك الله زعما كنت ماشي غير هادو، كانوا جوج اخرين كنشوفو في اللي قدامنا. كنت لفتو ما كنلقاوش هادو، كندور كنلقاهم نزلوا لاسين لتحت، الناس كتفرج وما كيشطحو قدامهم. المهم ما نقولش لك تشوهنا، خرجناهم غير بالزز، بقينا جالسين على برا. لا ساعدنا ووعدنا تا سال الفيلم على خاطره، ودخلناهم وقلنا لهم اطلقوا ابداعاتكم وريونا اش غديروا. خليناهم شطحوا وحيحوا تا سالوا وخرقوا وصافي ومشينا بحالاتنا. بغيف نصيحتي 3 سنين حتى 5 سنين راه ما كيجلسوش، غضيعوا معهم الوقت. ولو واقيلا غير ولادنا حنا اللي ما كيجلسوش. المهم بدلنا شويه المنظر وتا هما يستمتعوا شويه، وساشونج على الالعاب حتى اللي انا غادي سالي الفيديو ديالي. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم، وشكرا بزاف ومع السلامه.